إلى البرلمان أذهب إلى محمد فراس مراسلينا من هناك. محمد، ماذا بعد التأجيل؟ ماذا لديك من جديد؟ نعم، الصوت بعيد جدا وغير واضح، لكنني سأبدأ من حيث ما لديك؟ انتهت الجلسة النيابية قبل دقائق من الآن، والتي بدأت بحضور فقط 202 نعم عقدت بحضور 202 نائب فقط، وهو كما كان مرجحا بعدم عقد الجلسة النيابية، وأيضا كما قدمها أحمد الأسدي من ورقة تضم 126 نائب موقع لمقاطعة جلسة مجلس النواب، وكما كان عليه في بدء الجلسة. لكن الجلسة بدأت بجدول أعمال اعتيادي، وتمت تصويت على إضافة مادة أو فقرة للتصويت أو لقراءتها كقراءة أولى، وأيضا تضمنت الجلسة التصويت على اللجنة المالية، أعضاء اللجنة المالية أو من أجل قراءة هذه المادة التي أضيفت بعد التصويت عليها داخل مجلس النواب. وأقرأ عليكم أسماء أعضاء اللجنة المالية التي تم التصويت عليها اليوم، والمتضمنة بالنائب حسن الكعبي، النائب محمد تميم، النائب فلاح الزيدان، ستار العتابي، النائب مهند الخزعلي، النائب أحمد مظهر، النائب ريبوار ورحمن، النائب ناظم الشبلي، النائب خليل الغازي، مشعان الجبوري، النائب فالح السيار أو السراي عفوا، والنائب عبد العباس العبساوي. هذه اللجنة المالية التي تم التصويت عليها داخل مجلس النواب، والتي قرأت المادة التي أضيفت والتي كانت تحت مسمى الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، التي قرأت قراءة أولى ورفعت الجلسة إلى يوم الاثنين، والتي ستكون القراءة الثانية لهذه المادة القانونية. أما جلسة الأربعاء فستكون هي التصويت على رئيس الجمهورية العراقي. كما ذكرت أن الجلسة لم يحدث فيها نصاب الثلثين، كان الحضور فقط 202 نائب، والثلثين يكون بحضور 220 نائبا داخل المجلس. رفعت الجلسة إلى يوم الاثنين، وستكون أيضا يوم الاثنين جلسة اعتيادية نيابية متضمنة مادة قانونية، لربما تكون واحدة أو لربما ستضيف رئاسة المجلس مواد أخرى للقراءة مرة أولى أو للتصويت إذا كانت هنالك مواد قانونية معلقة وتحتاج التصويت. طيب محمد، ماذا بشأن باقي اللجان؟ ماذا بشأن رئاسات هذه اللجان؟ نواب رئاسات هذه اللجان أيضا؟ نعم، اللجان النيابية لم تحسم بشكل كامل، هنالك وقت على حسم هذه اللجان. أما موضوع رئاسات اللجان فهي كما هو معلوم يجب أن يتم التصويت عليها بعد إنهاء ملف رئاسة الجمهورية وملف رئاسة الوزراء، يكون رئيس اللجنة هو بالتضاد مع الوزير الذي يكون أو تكون اللجنة من تخصصه أو من تخصصها مراقبة أداء عمل وزارته ودوائرها المعنية. بالتالي حسم أمر رئاسة اللجان يكون بعد الانتهاء من ملف رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. أما باقي اللجان النيابية فسيكون لها وقت آخر للتصويت على أعضائها المقدمة إلى مجلس النواب. هنالك كما يعلم الجميع ترشيح والتصويت على ترشيحهم لعضوية اللجان النيابية حسب الرغبة، رغبة النائب، وحسب أيضا تخصصه وإمكانيته في أداء عمله داخل اللجنة النيابية التي يتم الترشيح لها والتصويت عليه داخلها. محمد فراس، كنت معنا من مبنى مجلس النواب، شكرا جزيلا لكل ما أدليت طوال الساعات الماضية.